ايه اللي هيحصل لو نتيجة للصراعات اللي بتحصل في أوكرانيا قامت حرب نووية ما بين روسيا والولايات المتحدة؟ بعد الحرب العالمية الثانية تحديدا سنة 1947، علماء الفيزياء النووية اللي كانوا شغالين على مشروع مانهاتن نتيجة للدمار والخراب اللي شافوه بعد ما اترمت القنبلتين على هيروشيما وناجازاكي، عملوا ساعة تخيلية يحسبوا بيها الوقت المتبقي على نهاية العالم وسموها ساعة يوم القيامة. في الساعة دي بيتوقعوا إن نهاية العالم هتحصل لما العقارب توصل لمنتصف الليل أو للساعة 12. والغريب في الساعة اللي تخيلوها دي إن الوقت ما كانش بيمشي وتيرة ثابتة، ممكن يمشي أسرع، ممكن يمشي أبطأ، ممكن يمشي لقدام، وممكن كمان يمشي لورا على حسب المخاطر المحتملة اللي بتهدد بقاء الجنس البشري. على سبيل المثال الحروب النووية وتغير المناخ وحدوث كارثة طبيعية ضخمة ما نقدرش ان احنا نتعامل معاها. اول ما اتعملت الساعة دي كانت مظبوطة بشكل افتراضي على 7 دقايق قبل الساعة 12 او قبل نهاية العالم، وبعد كده بدأت انها تتغير كل شوية، تقل لو لقوا انه في مخاطر محتملة بتهدد الانسان، وبتزيد لو الدنيا كانت حلوة وما كانش فيها مخاطر بتهدد وجود الانسان. على سبيل المثال سنة 1949 الساعة دي قلت ل3 دقايق اول ما روسيا اعلنت اختبار قنبلتها الذرية، وفي سنة 1953 ال3 دقايق دول قلوا لدقيقتين بمجرد اعلان امريكا لاختبار قنبلتها الهيدروجينيه، لكنها رجعت زادت تاني ل 12 دقيقه سنه 1993 اول ما امريكا وروسيا عملوا اتفاقيه انهم يقللوا من تجاربهم النوويه. وفضلت بالطريقه دي شويه تتقدم وشويه تتاخر لحد ما اصبحت في الوقت الحالي على بعد 100 ثانيه فقط من الساعه 12 او من نهايه العالم، وده كان اقرب وقت للنهايه من اي فتره مرت قبل كده من وقت ما عملوا الساعه. وان كان تغير المناخ والكوارث الطبيعيه عوامل بتاثر في حركه عقارب الساعه، فنصيب الاسد للتغيير دايما كان القنابل النوويه. العالم موجود فيه حاليا حوالي 15,000 راس نوويه، 13,000 منهم موجودين مع روسيا وامريكا لوحدهم، وطبعا كان عدد الرؤوس النوويه اكبر من كده بكتير جدا، لكن نتيجه للاتفاقيات اللي حصلت الاعداد دي فضلت تقل لحد ما وصلت للاعداد اللي احنا قلناها. بس حتى وان كان الكم قل فالكيف زاد. على سبيل المثال قنبلة كاسل برافو اللي موجودة مع أمريكا بتعادل 1000 قنبلة نووية من اللي اترموا على هيروشيما وناجازاكي، وقنبلة القيصر اللي موجودة مع روسيا بتعادل 3000 قنبلة من اللي اترموا على هيروشيما وناجازاكي، ودي قنبلة واحدة من 7000 قنبلة موجودين في روسيا. عشان كده فكرة قيام حرب نووية هتخلينا نقفل الكوكب بتاعنا ونرش وراه مية، ده يعني لقينا المية اللي احنا نرشها. قنبلة زي القيصر اللي موجودة مع روسيا لو اترمت على واشنطن هتساويها بالأرض. اي حاجه موجوده في مساحه دايره نصف قطرها 4.5 كيلو متر هتتبخر، هتدوب من الحراره، واي انسان او حيوان موجودين في مساحه دايره نصف قطرها 60 كيلو متر هيعاني حروق من الدرجه الثالثه اللي الجلد بيدوب فيها، ده طبعا غير الاشعاع اللي هيسويك من جوه قبل من بره، والمباني والمنشات اللي هتتدمر نتيجه للصدمه الانفجاريه، وكل ده من قنبله واحده من بين 13,000 قنبله موجودين مع الدولتين. حرب كامله بين امريكا وروسيا متوقع انها تخلص على 30 مليون شخص بمجرد تفجير الرؤوس النووية، و 60 مليون شخص هيصابوا باصابات خطيرة في الغالب هتؤدي للوفاة، وده بس التأثير المباشر واللحظي لانفجار القنابل، ده غير بقى التأثير الغير مباشر واللي بيكون اشد خطورة على الكوكب كله. الحرائق الضخمة اللي هتسببها القنابل النووية هتملى الغلاف الجوي بالدخان الاسود او السخان اللي هيحجب مرور اشعة الشمس وهيقلل درجة حرارة الكوكب، وهيدخل الارض في عصر جليدي مصغر متوقع ان هو يمتد لعشر سنوات. في الفترة دي درجة حرارة معظم المناطق على الكوكب هتكون تحت الصفر حتى في عز الصيف، وده طبعا هيخلي الجو غير صالح للزراعة وهيقلل الناتج الزراعي بما يعادل 90%، وده هيسبب مجاعات ما حصلتش قبل كده على الكوكب لبقية البشر اللي نجوا من عملية الانفجار. ده غير ان درجة الحرارة القليلة دي هتقلل من هطول المطر بنسبة 45%، وده كمان هيقلل من نسبة الماء المتاحة. فحرب زي دي نتائجها في الغالب هتقضي على الجنس البشري. وعايز اقولك ان حرب زي دي رغم ان نتائجها كارثية، لكن عشان كل دولة بتكون خايفة من التانية فحيز التنفيذ بتاع اطلاق القنابل النوويه بيكون قليل جدا. في امريكا مثلا الموضوع ما بيحتاجش اكتر من 15 دقيقه من وقت ما الرئيس الامريكي بيقرر اطلاق القنابل النوويه مرورا بمراجعه مستشاريه لحد اصدار الاوامر بالاطلاق وانطلاق اول صاروخ نووي. لكن على الجانب الروسي الموضوع اسهل من كده بكتير، مجرد قرار بيصدر من الرئيس وبيتنفذ في ثواني معدوده. وصوره الاطلاق دي كانت هتتسبب في كارثه نوويه سنه 1983 لما ضابط روسي اسمه ستانسلاف بتروف تلقى انذار بهجوم نووي امريكي، واللحظه شك ان الانذار ده كاذب وقرر ما يبلغش بيه، ولحسن حظ العالم انه ما بلغش، ولحسن حظه هو ان الانذار فعلا طلع كاذب. لكن في الوقت الحالي ومن ساعه اعلان روسيا الحرب على اوكرانيا والعالم كله مضطرب،
يا ترى الوضع هيوصل لإيه؟ لكن الشيء المطمئن حتى الآن إنه ما تمش تغيير عقارب ساعة يوم القيامة، بس هل يا ترى هيتم تغييرها قريب؟ ولا الخوف من كوارث الحرب النووية هيخلي العالم كله يقف على الحياد بدون ما يتدخل؟ يا ريت طبعا تقول لنا رأيك وتشاركنا بيه في الكومنتات. سلام.